llegar. الحمد لله على سلامتك. كنت بدي اجي جزورك بس تعرف كان في ظروف ما بتسمح. طمني عنك، كيف اجرك؟ ان شاء الله احسن. كيف تخطفق من اختي يا واطي؟ احنا ما اتفقنا هيك. ما هيك؟ انا ما علي عليها جقل. لو القصه بايدي ما كان صار شيء. هيدا شابو جلخ المجنون هو دز براسه للنمر ليخطفوا الولد. كرمال اذا ما زبطت معه بالقصه الكبيره تزبط معه مع الولد. بس حسب ما خبرني ابو شلخه انت صاحب الفكره. كذاب بنص عينه. انا مستعد روح معك هلا لاثبت انه عم يكذب. هلا بدك تقنعني انه ابو شلخه لاهط المليونين دولار لحاله؟ ارو كمان ما طلع له شيء محرز والمبلغ كله راح للمعلم. اي معلم ولك؟ اي معلم عم تستعبرني؟ عم تستعبرني؟ صدقني هذا اللي صار جاكر. صدقك؟ في حدا بيصدق واحد مقطع موصل مثلك؟ هون اسمع له حيوان. هلا بدك تحكي الحقيقه. حقيقة شو بدك تعرف شكر؟ هاي 2 مليون دولار. بعترف انه يوسف زهراني اللي بيكون جوز اختي هو وراء هالصفقة. صفقة؟ هاي صفقة. هلا بدك تقنعني انه يوسف قدر يفك حاله ويقوس عليك ويقتل نمر ويهرب؟ شو فان دام هو؟ صدقني هيدا اللي صار. لهالدرجة انت وصاحبك خيخة؟ بعدين شو كل هالمصاري اللي عم تاخذوها؟ بعزوها شمال ويمين ولا كرمال واحد مربطين ايديه ومغمضين عينيه يهرب منكم؟ احكي لها يا ولدي! وينو يوسف؟ لشو عم بيخطط؟ وامتى ناوي يظهر؟ ها؟ هي اسئلة كبيرة كثير. وانا زلمة عد حالي. جابر انت اخر واحد شايفه ليوسف. وين تركته اخر مرة؟ عالطريق. هقوس علينا وفل. انا بيتك وانا بيتك. هذا جزدين يوسف. هيدا خاتمه. ما تحرك. وين اجوا كل هدول؟ ليش معك؟ واحد اثنين يوسف مات.